طب ما حدش كان من قرايبكم مثلا جه يزوركم فيها اتكسفتوا تدخلوه؟ لا لا اصلا الاوضه دي ما بتتفتحش خالص دي ما فيش يعني مستحيل حد يخشها بجد. الفرق بينها وبين اوضه تانية كان حضرتك رحتي مش شقه تانية رحتي منطقه تانية الاوضه التانية متوضبه حلو جدا جدا. طب اقول لحضرتك حاجه، كل الشقه بلا استثناء فيها تكييفات راكبه، دي ما فيهاش، كان مروحه عندنا كده عشان وعدنا سمسار هيجيب تكييف وعد. بس كل شيء اقول الراجل بس صاحب الشقه في السعوديه هيبعت فلوس، طب هبقى اخدها من الايجار وما فيش لحد. طب ولما كنتوا بتحبوا تخرجوا او كده الهدوم كانت تبقى مكويه متعلقه فين؟ انا كنت بحط هدومي في الصاله مش في الاوضه، انا في المطبخ وانا بفطر بلبس بجد كانت احلى ايام بعيدا عن والله العظيم. انا كنت مربي قطه في الجنينه والله والله قطه شارع طبعا قطه شارع بس بيخاف منها مربيه من بعيد بيخاف منها يعني بيحط اكل ويخش يقفل البلكونه والله بس اصحى اعمل لها شويه لبن وهشها عشان تبعد واروح حاطط لبن ودافي. طب والله العظيم ان انت قلبك حنين جدا يا والله العظيم يعني انت بتكون بتخاف من القطط وتاكلها وعايش مع حمدي اصلا يعني قمه